وينضم إلي عبر الهاتف الناطق باسم قوة حماية وتأمين العاصمة مهند معمر. سيد معمر، أرحب بك معي في السابعة. وسهلا. مرحبا بك. أطلعني عن آخر التطورات الميدانية حتى هذه اللحظة، إذا كانت هناك أي اشتباكات بين قوات الجيش والميليشيات المعتدية. إلى هذه اللحظة جميع المحاور تشهد هدوء حذر مع اشتباكات خفيفة بالأسلحة الثقيلة. هذا يدل على ما تكبدته ميليشيات حفتر بالأمس في محيط معسكر يرموك. طيب سيد معمر، قبل أن نخرج بهذه النشرة كان هناك أنباء تواردت عن استهداف سلاح الجو التابع للجيش لتمركزات ميليشيات حفتر في منطقة عين زرم. ما مدى صحة هذه المعلومات إذا كانت لديك أي معلومات؟ نعم، المقاتلات الجوية استهدفت رسل كان متجه لمنطقة عين زرم، وكانت الضربة دقيقة وموجعة. طيب سيد معمر، المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب قال بأن هناك ميليشيات ككتيبة طارق بن زياد قد انسحبت من مدينة ترهونة باتجاه مدينة بنوليد. كيف سيكون شكل المعارك إذا بقيت ميليشيا الكاني لوحدها داخل مدينة ترهونة؟ نعم، هذا يدل على تقهقر الميليشيات وانسحابهم